هل هي صحيحة موثقة، لكن وصلتني من ثلاثة لحد دلوقتي، منهم مكالمة تليفونية بتقول إنه الجيش والداخلية والبلطجية بيقتحموا مسجد الفتح الآن بدعوى إطلاق نار من مئذنته. أنا عاوز أقول لكم إن حكاية المئذنة دي لعبة كبيرة جدا، لأنه والضرب برصاص حي، علما بأنهم كانوا مسيطرين على المسجد من جزئه العلوي. أنا بقول مش منذ الصباح، منذ الأمس هم يسيطرون على الجزء العلوي من المسجد. يستطيع أي أحد من البلطجية أن يخرج، وبعدين مين اللي هيطلع من المئذنة في المسجد وهم أصلا يعني في هذه الحالة من الحصار، ولا يفكرون في ذلك مطلقا، ولا أعرف يعني كيف يمكن الصعود إلى المئذنة. أنا لا أعرف طبيعة جغرافيا المسجد، لكن في كل الأحوال هذه مسألة يعني دبرت بشكل حتى يمكن فك هذا العهد الذي عاهدوا به الأستاذنا الدكتور العوة في الإفراج عن هؤلاء، لكنهم لا يريدون ذلك. إنهم يريدون أن يكسروا إرادة هذا الشعب، هم يستغربون ويعني في حالة ألع من هؤلاء الذين نزلوا من غير الإخوان، لأن هؤلاء هم الكتلة أو القوة الضاربة في هذا المجتمع. لما نزل هؤلاء من غير الإخوان هم وقعوا في حزب، وأنهم الآن يعني في مأزق كبير يتعلق بأن هذا الشعب بأسره بكامل تنوعاته، وكما نرى في هذا الاجتماع أن كل هؤلاء ذهبوا إلى مثل هذه المسيرات بالأمس. أنا عاوز أقول لكم أن حكاية الضرب بالطائرات، أنا يعني كنت يعني بقول يعني مش معقول هيعملها زي بشار الجزار، لكن اللي حكالي ده كان ابني امبارح. لما يحكي لي ابني بالضرب على الطائرات بالطائرات على كوبري 15 مايو، وهم يرون الناس الذين يقنصون الناس على الكوبري بشكل من الأشكال، مدعين أن هؤلاء يطلقون النار على الشرفات وعلى المنازل وعلى البيوت. كل هذا إنما يعبر عن إفلاس يتعلق بالكذب الصراح الذي يمارسونه في هذا القطار، وأنهم بإذن الله سيكون منهم القصاص، لن يفلتوا بفعلتهم أو جريمتهم، إن شاء الله لن يفلتوا بهذه الجريمة. نحن جميعا مسؤولون عن هؤلاء الذين سقطوا والذين سيسقطون، وهذه ضريبة الدم تدفع من هذا الشعب ومن أجل ذلك الوطن ومن أجل ثورته ومستقبل مصر ومستقبل أولادنا. إحنا يمكن عشنا وزي ما يكون، ويعني المخلوع عمل فينا ما عمل وجرف فينا ما جرف، لكن ولادنا يستحقوا مستقبل أفضل من حضرنا ومن واقعنا. لازم نؤكد على هذه المسألة.